السلام عليكم، صوت واضح؟ أبغى أتفاعل يا إخوان في التعليقات، لأنه المحاضرة تقريبا 90% تعتمد عليكم. فطول ما كنتم فاعلين كذا وحسيت إن الموضوع سيريس، حنستفيدون أكثر إن شاء الله بإذن الله. الشات مفتوح ولا مقفل يا طيف؟ مفتوح، هل في أحد ما يقدر يكتب؟ لا أعتقد أنه مفتوح، في ناس ردوا، جربت أنا. لأنه مو راح تطلع لي الرسائل، في ناس كتبوا شيء؟ أيوة قبل لما سألت أول، برضه أيوة لأنه مو راح اعتذرت. تطلع تعليقات، مو راح تطلع لي. نشوف. لو في أحد ما يقدر يكتب، يا تفتح المايك يقول لي بس. طريقات مرة يتورني، ف ما أعرف الصراحة شو المشكلة. أشوفه إذا أحد يبغى يتكلم يعني يقدر يفك المايك. خلي المايك مفتوح يا طيب بإذن الله. طيب ايه مفتاح. ممتاز. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معكم أخوكم فيصل الغامدي، طالب سنة خامس. اليوم ان شاء الله زي ما انتم طلبتوا المحاضره هذه حنقدمها، يعني ما راح تاخذ وقت لان المحاضره جدا بسيطه، بس يبغى لكم شويه تركيز فيها. المحاضره بكل اختصار عنوانها How to present a case in the morning meeting. طيب السؤال الاول، ليش انا بقدم المحاضره هذه؟ هل هذا يعني اني انا افضل منكم؟ لا، احسن منكم، اخبر منكم؟ ابدا ما يعني هذه الاشياء. احنا كلنا ما بيننا الا سنه وتقريبا، يعني انا ممكن مريت بتجربه انتم ما مريتوا فيها، بس في النهاية حنمر في كل التجربة سوا. فأنا قاعد أحاول قدر الإمكان إنه يعني أوصل لكم التجربة اللي مريت فيها عشان تساعدكم ولو بشيء بسيط بإذن الله. طبعا أكيد في منكم ما شاء الله، يعني سواء البنات اللي يدرسوا سيرجري أو الأولاد الحين اللي هم يدرسون الكارديو، أعتقد بدأوا في النسبة، فما شاء الله يعني ما يحتاج كنولج، إن شاء الله إنه يكون عندكم نولج. حطيت كيسات نهاية المحاضرة، كيس هو كان مجهز انه يكون كيس سيرجري، بس شاءت الاقدار انه نحط كيس ثاني ان شاء الله. طيب اولا نبغى نتكلم بكل بساطه عن الاوبجيكتيف اللي راح نقدمها اليوم ان شاء الله. ما اعرف اذا السكرين واضحه او لا، بس انه خلينا نتكلم عن الاوبجيكتيف. طيب اول شيء بالاوبجيكتيف، why should we present a case؟ بنتكلم بشكل جدا بسيط عن presentation skills، بنتكلم عن introduction، patient information، chief complaint وال HBI، past medical and surgical history، وال examination، بنتكلم عن ال diagnosis test، result وال pending test، ونتكلم عن management plan. كمان آخر شيء summary. انتم شايفين الاوبجيكتيف مره كثير وتحسون ترى محاضره جدا تعبه، ما راح تاخذ ولا ممكن نص ساعه ولا ممكن ان شاء الله اقل. زي ما انتم اعتقد تعبانين يوم طويل، ما ادري اذا كان عندكم محاضرات اليوم او لا، بس ان شاء الله انه نخلص بسرعه. طيب اول شيء ابغى احد يفك المايك ويجاوب لي على السؤال هذا، Why should we present the case؟ المايك لكم. To build a skill. صوت مو واضح دكتور. عشان أبني مهارة إني أعرف أقدم حالات. ممتاز. إيش كمان؟ أي حد ثاني بكل معي؟ كمان عشان مع الوقت أعرف آخذ من الكيس المعلومات اللي تهمني. حلو. إيش كمان؟ الميل ما سمعت ولا احد فك المايك، هو في احد اصلا من الميل؟ عبد الله، عبد الرحمن، العتيبي، حزم بالاسماء ترى.
To present the case to a resident or a consultant who wasn't acknowledged with the case I'm presenting. حلو. طيب ما شاء الله على كل كلامك صح، يعني بزود عليه شيء بسيط. احنا بكل بساطة بنقدم الكيس أولا، عشان احنا ليش لما نقدم الكيس؟ أول شيء عشان احنا نستفيد، لأنه البرزنتيشن سكيل هذه بتمر معانا في كل حياتنا، يعني في حياتنا خاصة إذا كانت إن شاء الله في بداية حياتنا as a resident او كسيرفيس، او حتى ولو ان شاء الله يعني صرنا سبيشاليست هنقدم كاسات، فلازم نبدا نبني المهاره هذه من بدري. المرضى اللي بنقدمهم غالبا في البرزنتيشن، او يعني بنحطهم في الصباح او شيء، غالبا انه بيكونوا جايين من الاي ار، او بيكون البيشنت في الوارد وصار له اي ابديت سواء في الليل او في الوقت اللي يخلص فيه الدوام، او بيكون في العمليات مثلا نحطوه في البيشنت ليست. فهنا شيء جديد صار، فاحنا نبغى نقدم البرزنتيشن او نبغى نقدم الكيس للناس الموجودين عشان احنا نقول لهم انه ايش صار، في شيء جديد، او يعني نعطيهم الابديت اللي صار اول باول. طيب بنتكلم الان عن البرزنتيشن سكيلز. البرزنتيشن سكيلز اعتقد كلكم عارفينها، بس اهم الاشياء اللي يعني صارت معايا وصادفتني خلال السنه الماضيه وهذه السنه، اول شيء لازم نتكلم بصوت واضح، واعتقد ما يحتاج يعني اوضح لكم، لازم نتكلم بصوت واضح، لازم يكون في اي كونتاكت، ما ينفع انه بس نطالع في الورقه ونجلس نقرا، لانه في النهايه انا قاعد نكلم موادم. البادي لانجوج برضه تفرق كثير، يعني بعض الشباب زمان لما كانوا يقدموا حالات ويقدموا شيء، اللي بيتكلم يعني بيتكلم مظبوط وبيتكلم البادي لانجوج بياخذ الاتنشن من الناس كلهم، بيخلي الكونسلتنت يركزون عليه. ولازم تكون كونفيدنت وانت تتكلم، يعني لا تتكلم بصوت مهزوز او خايف، هو شيء طبيعي يصير زي كذا في البدايه، بس لازم نحاول قدر الامكان انه يعني نتفادى الشيء هذا. طيب نخش على الزبده اللي انتم جايين عشانها، اللي هو كيف نقدم السمري. طبعا انتم زي ما انتم عارفين الهيستوري يعني شيء مره طويل، الهيستوري لو كتبت هيستوري او اوفر هيستوري بشكل رهيب، يعني ممكن ياخذ لك نص صفحه الى صفحه از ميديكال ستودنت، لان بنسال عن كل شيء، بنسال عن اشوفكم لين الاتش بي اي، بندخل فاميلي هيستوري، بندخل في خالته وفي جدته، بندخل في الباست ميديكال، بندخل في كل شيء، وهذا الشيء الصح اللي لازم نسويه عشان نتعلم. بس ايش المشكله؟ المشكله انه لما نبغى نقدم الكيس في الصباح في اليوم الثاني لازم نختصر كل الكلام اللي قلناه في عده سطور يعني بالكثير، لانه الحالات بتكون كثير، فلازم نقدمها بسرعه ونقدم الاشياء المهمه بس. ممتاز. فاول شيء نبدا في المورنينج ميتنج بالانترودكشن، لازم 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 الدكاتره تعرفوا عن نفسكم دائما، سواء في الراوند في العمليات في المورنينج ميتنج، عرف عن نفسك، خش السلام عليكم انا فيصل غامدي طالب سنه خامس، وخذ البرميشن. طبعا نتكلم عن البرميشن لما تكون مثلا داخل في عمليات او شيء، لكن لما تقدم الكاسات مثلا انت بتكون ماخذ الموافقه من الريزدنت غالبا اللي معاك، وبتكون جاي من بدري سواء اذا شفت الحالات الصباح وتقدمها لهم، يعني جاي مثلا من الساعه 6:30 الى 7 شفت الحالات اللي بتقدمها، او انك كنت اون كول وجلست اون كول في المستشفى وبتقدم اللي هو الحالات اللي صارت طوال الليل جاتكم وصار لها ادمشن او اي شيء في المورنينج ميتنج. ممتاز. طيب الان نتكلم عن الانتروداكشن زي ما قلنا، اول شيء تقول اسمك وتقول يور رول، يعني ايش بتسوي؟ يعني مثلا انا فيصل غامدي وانا طالب طب، اكون احد، وتقول احيانا يفضل انك تقول الريزن اوف برزنتيشن، يعني ليش انت قدمت برزنتيشن؟ تقدر تقول انه عشان اطور مهاراتي، تقدر تقول عشان اتعلم مهاره جديده، ايا كان، بس لازم تبين انك انترست في الشيء اللي انت فيه. يعني طوال ما انت انترست في التخصص اللي نزلت فيه بتاخذ ريسبكت من كل الدكاتره الموجودين، من الاستشاريين، من الاخصائيين، حتى من الريزيدنت. فدائما لا تقول لي انا انترست مثلا في السيرجري وما راح اقدم مثلا حالات في الميديسن، ما راح اقدم حالات في الاوبي او الاوبي جايني. دائما خل اي تخصص انت تدخل فيه كانه هو الانترست حقك، عشان تقدم فيه كل اللي تقدر وتعيش التجربه صح، عشان لما تصير انترن ان شاء الله تعرف هل هذا التخصص يناسبك ولا ما يناسبك. طيب ما ادري ايش استاذ موافق، زي ما قلنا بتقول الاسم، وانا صراحه ما احب اقرا رسائل كثير، ف بحاول اتكلم، انتم تقدروا تقروا سلايد برسلها لكم ان شاء الله بعد المحاضره. طيب
بالنسبة لي اللي هو بنبدأ بعد البيشنت انفورميشن. البيشنت انفورميشن بكل بساطة يحتاج ان نقول الاسم، ويحتاج ان نقول غالبا الايج والجندر. يعني الاسم احيانا مهم، بس الايج والجندر هو اهم شيء. طيب هل لازم نقول هو من فين؟ يعني هو مثلا اسيوي، افريقي، هندي مثلا؟ شو رايكم؟ احد يفك المايك، فك المايك ويتكلم على طول. هل لازم نقول هو شيء يرجع البيشنت؟ أنا أقول إيوه لازم، ليه؟ يعني لأنه ممكن في أمراض منتشرة في بلدته وما هي هنا وزي كذا، يعني غير حلو كذا شيء مهم في البيشنت اي دي. يعني حلو. أي رأي ثاني؟ يعني تحطوا في بالكم إنه عندنا مثلا 20 بيشنت أو 15 بيشنت، فبجلس أقول مدري إيش سعودي، مدري إيش فرنسي، مدري إيش أفريقي، أيا كان. فتشوفون إنه مرة تاخذ وقت. مثلا أنا بتكلم عن الريل لايف، ما بتكلم عن الأيديا. الأيديا صح كلامك إنه نقول هذا الشيء ونقول البيشنت إيش يرجع، لكن اتكلم عن الريل لايف غالبا يختلف شوي الوضع. فايش رايكم؟ أنا من رأيي يعني أشوف أحس جنسية المريض، عشان كمان اللي معايا يعرفوا لغة التواصل كيف حتكون. حلو عشان اللانجوج بارير. حلو، مين كمان اللي كان يتكلم؟ كنت قاعدة أقول إنه على حسب الحالة نفسها، يعني إذا كان الجنسية لها علاقة راح نقولها، إذا لا فزيادة وقت. طيب كلكم صح ما شاء الله، بس زي اللي تكلمت الحين اخر واحده الاسم مظاهر اللي معليش، دكتوره ايش؟ ايش اسمك؟ أنا اي طيب اخر تكلمت. طيب طيب دكتوره، طيب زي ما قالت المشكله انه في الريل لايف مين نزل مستشفى النور منكم؟ ما ادري تقدر ترفع ايديكم، حاول ترفع ايديكم لما اسالكم كذا اسئله عشان نشوف. احد نزل مستشفى النور طوارئ خاصه اللي قاعد يسوي جي اس؟ شخص واحد بس؟ طيب نشوف كذا، ما شاء الله تقريبا اثنين ثلاثة بس في ناس نزلوا النور. مستشفى النور طبعا من أكثر المستشفيات اللي تقدر تتعلم فيها في مكة، وأعتقد اللي قد شافني مستشفى النور ومنكم كثير، وقد اشتغلنا حالات مع بعض، يعني قد سوينا سوتشر، قد سوينا أشياء في الطوارئ، غالبا في الطوارئ. ف زي ما قالت الدكتور طيف، الأيديال صح إنه نقول، لكن مع الريل لايف صراحة ما نقول كثير، بس نقول إذا لها علاقة. يعني مثلا لو بقدم حالة أورثو، حالة عظام، بقول السعودي جاي وصار له كسر في اليد، ما له علاقة لأن أي واحد ممكن يصير له كسر في اليد والعلاج خاص واضح. لكن مثلا نقول جانا واحد مثلا أفريقي وعنده مشكلة في القلب، إيه هنا صح لازم نقولها، لأنه نعرف إنه لها ممكن تكون علاقة الجنسية. يعني بعطيكم قصة صارت معانا في الطوارئ قبل تقريبا السنة الماضية. كنا جالسين في الطوارئ وجانا بيشنت باكستاني، اعتقد انتم عارفين ايش حيصير. جانا بيشنت باكستاني طالع فيني الدكتور، قال لي شوف يعني توقع الحال، جاي ماشي اعطاني الورقه حقتي كان فيها الدي سي جي، وجلس يقول الدكتور في شويه الم، ابغى دواء بروح البيت. فجاء الدكتور شاف الاي سي جي حقه عند اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي، والبيشنت جاي يمشي يقول في شويه الم. ف يعني متحيزا لدوله واحده او لاي دوله، بس يعني مثلا الباكستانيين عندهم بين جنريتور عالي ما شاء الله، عكس مثلا اخواننا اللي من مصر، يعني ممكن يصير لهم جلطه بسيطه او شيء وتلقونهم يصرخون وما الى ذلك. يعني سبحان الله ممكن يكون لها علاقه احيانا، فاحنا نحاول نقول الجنسيه اذا حسينا انه لها علاقه مثلا. طيب اللي بعده هنتكلم عن الشيف كومبلين والسكريتس ال اتش بي اي. ايش السكريت؟ هذه فكر معك يقول لنا. سكريت ترى بنادي بالاسماء، دقيقه خليني افك الاسماء، نختار اسماء شويه. ولا احد يفك المايك طيب سايت اونست كاركتر راديشن اجريفيتنج اور ريليف فاكتور بروجريشن تايم اند سيفيريتي. طيب حلو دكتور، ايش اسمك؟ عبد الله. طيب دكتور عبد الله، هل تتوقع ان هذه الاشياء كلها نقدر نقولها في السمري؟ لانه احنا في النهايه ما نقدم الا سمري،
في المورنينج ميتنج زي ما اتفقنا. فهل هذه الاشياء كلها نقدر نسويها منشن؟ لا غالبا لا صح. ايوه، اذا شيء يخص الكيس يحتاج لازم اني اقوله، لازم يعني كي فايندينجز لازم اقولها، ممكن اقولها بس غالبا لا يعني. ممتاز. بس اذا في شيء ما قلته مثلا، هل يعني انه مو موجود؟ لا مو شرط، في النهاية هو ايوه سامبل. بالضبط. فخلينا نقول نتكلم عن سكريت، فتكلمت عن السايت، تكلمت عن الاونست، تكلمت عن الراديشن، ما تكلمت عن السيفيريتي. كذا يعني انه الحاله مو سيفير؟ لا ابدا. يعني لما الشيء ما اذكره مو يعني انه مو موجود، بس يعني ممكن إن انا ما اخذته او البيشنت ما قاله، فلازم نمنشن الشيء اللي تحس انه لازم نمنشن. ممتاز. فمثلا جانا بيشنت عنده ابدومينال بين، بكل بساطه الشيء اللي ما امنشنه مثلا قلت نيوزيا بس ما قلت فوميتينج. لما اني ما كتبت فوميتينج هذا مو يعني انه ما عنده فوميتينج، فلازم الشيء اللي احس انه له علاقه امنشنه في الكيس، سواء بالبوزيتيف او النيجاتيف. ممتاز. فاحنا عندنا اول شيء، خلينا نحط لكم سلايد. ف احنا اول شيء لازم نجيب او نقول في الشيفت كومبلين السبب الرئيسي اللي جاب المستشفى. هذا شيء جدا 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 مهم. اعتقد كثير منكم شاف بيشنت كثير جايين عنده خمسه سته مشاكل، جايب مشكله اساسيه ويبغى يتعالج الخمسه الاربع مشاكل كلها مع بعض. اعتقد كثير شفتوا زي كده، يجيك بيشنت عنده ابدومينال بين يقول لك عندي مشكله في الركب، بعد ما يخلص واحس ان مشكله الابدومينال بين بتنحل. فاحنا سواء في الطوارئ او في اي مكان المفروض ان نوجهه في المكان الصحيح، بس احنا هنا عشان نعالج او نقول ايش الشيء البرايمري اللي احنا هنناقشه، ايش الشيء المهم، ايش الشيء اللي جاب المستشفى مثلا از اي ار كيس. نتكلم عن الاشياء المره مهمه ولازم في كل هيستوري تكون موجوده: الديوريشن، الاونست، البروجريشن. الاونست متى بدا معاك، هل هو شيء اكيوت اور كرونيك؟ الديوريشن والبروجريشن، هل شيء قاعد يسوء ولا شيء قاعد يتحسن؟ كم استمر معاك؟ هذه اشياء مره مهمه، يعني هذه الاشياء من سكريت لازم تكون موجوده في كل هيستوري، ما ينفع نخليها. بسوي سمرايز للبوزيتيف والنيجاتيف، ركزوا على النيجاتيف سيمتوم، لازم نسوي سمرايز على النيجاتيف سيمتوم، يعني سوينا له هذا الفحص او شفنا له هذا الساين او شفنا له هذا السيمتوم مو موجود عندي، ولازم يعني نسوي لها منشن. بنسوي منشن كمان للفاكتور اللي هي نتوقع انه هي السبب في مثلا انه هي سبب في الحاله حقت. يعني مثلا البيشنت قال لنا، هو يتكلم عن الهستري، هو جاي مثلا حاله ربو، فجاء البيشنت قال له مثلا شميت خلينا نقول بخور، فانا اعتقد انه هذا تكون سبب فامنشنها. اذا حسيت انه ما له سبب مو لازم امنشنها، هذه من ضمن الهستري يعني. طيب كمل. بالنسبه للباست ميديكال والباست سيرجيكال هيستوري، بكل بساطه اقول الباست ميديكال اللي اتوقع ان لها علاقه، انه يعني عنده باست ميديكال مره كثير، يعني اقدر اسال ليه بكره على الباست ميديكال، بس انا في النهايه في البرزنتيشن او في المورنينج ميتنج ما راح اقدم الا الشيء مره مهم. فلازم الشيء اللي يحس انه له علاقه بالمرض حقي ينفع اقدم. يعني الدايبتس والهايبر تنشن هذه لازم تقولها ستاندرد في كل الهستريات العالم. بس في اشياء ثانيه مثلا، يعني جانا بيشنت عندها مثلا خلينا نقول سوت عمليه في الركبه، وهي جايه تشتكي من ابدومين البين، غالبا ما يكون لها علاقه، فمو لازم نمنشن هذا الشيء، بس نمنشن الاشياء اللي لها علاقه. يعني مثلا بيشنت جاي عندها ضيق في التنفس وهي سوت عمليه في الفخذ مثلا او عمليه في الحوض، فهذه ممكن تكون لها علاقه، اللي هو ممكن تكون حاله بي اي. اعتقد اللي مرت عليكم حالات البي اي اللي يدرسون الحين كارديو. طيب نسوي فوكس دايركتلي على الاشياء اللي زي ما قلنا لها علاقه في لها علاقه في الهستري حقنا. طيب بالنسبه للاكزامينشن، احنا حنسوي فول اكزامينشن للبيشنت، بس ايش الاشياء اللي نذكرها؟ نذكر الابنورماليتي اللي شفناها، ونقول زي ما قلنا البوزيتيف والنيجاتيف، لازم البوزيتيف والنيجاتيف. هذه ممكن حتى في دكاتره حتى بالاوسكي يركزون على النيجاتيف اكثر من البوزيتيف كمان. يعني اوكي انت سويت له فحص طلع معك نيجاتيف، سوي الفحص الثاني وقول نيجاتيف او بوزيتيف. لازم تتكلم عن نتيجه البحث اللي انت سويته. يعني مثلا خلينا نقول في الكارديو اللي يدرسون كارديو الحين الميل، سوينا له اسكلتيشن وسمعنا القلب، اذا طلع عنده ادد ساوند هذه بوزيتيف، اقول ذير از ادد ساوند. ما طلعت لازم اقول ذير از نو ادد ساوند، هذه نيجاتيف، لانه مره مهم يعرف انه عنده او ما عنده، مثلا زي حاله الهارت فيلير. او مثلا اللي يدرسون الحين جي اس، مثلا سوينا للبيشنت يعني جاني يشتكي من ابدومينال بين، وشفنا مثلا
ما في rigidity، نقول there is no rigidity، أو في there is rigidity، there is muscle gardening، فلازم نمنشن الشيء عشان نتأكد إنه موجود، ولو ما منشنناه مو يعني إنه مو موجود، لازم نحطه في النيجاتيف. طيب بالنسبة للدايجنوستس تيست، الدايجنوستس تيست اللي لازم نتكلم عنها، نتكلم عن ايش سوينا للبيشنت، يعني جاء البيشنت مثلا الساعة 12 الليل، ايش سوينا له من لما جاء، ايش الانفستيجيشن اللي طلبناها، هل طلعت نتائجها ولا باقي بيندنج، يعني مثلا سوينا له اكس راي والاكس راي كذا كذا كذا، سوينا له سي تي والسي تي بيندنج لسه ما طلعت نتيجته. احنا لما نسوي المورنينج ميتنج نتكلم عن اخر ابديت وصل لنا، يعني مثلا ما اكتب الحاله من الليل الساعه 12 وطلع السي تي ريبورت الصباح وما شفته، لا لازم اشوفه قبل المورنينج ميتنج ان شاء الله الساعه 7 59 دقيقه. كمان اي ابنورمال ريزلت لازم اقولها، يعني مثلا سوي السي بي سي، ما راح اجلس اقول كل السي بي سي وعنده هيموجلوبين مدري كم طبيعي طبيعي طبيعي، لا اقول الاشياء اللي عنده صح احس انه فيها ابنورماليتي، فمثلا اقول الهيموجلوبين عنده انيميا، الهيموجلوبين واز كذا كذا، اعطيهم النتيجه. وبرضه اتكلم عن الديفرنشال دياجنوسيس. ليش اتكلم عن الديفرنشال دياجنوسيس؟ لانه غالبا لما تخش عندنا حاله مثلا، لانه الحين قاعد اتكلم عن كارديو وقاعد اتكلم عن دي اس، لما تخش عندنا حاله كارديو مثلا واقول ديفرنشال دياجنوسيس، ابغى واحد متطوع يفك المايك من الميل وبعطيه حاله وابغى يجاوب عليه، واحد يكون ذاكر كارديو، سؤال مره بسيط. طيب يلا مو مشكلة. طيب السؤال اللي يطول العمر استاذ عبد الله صح؟ ايوه. طيب عبد الله، البيشنت جايني وعنده مثلا اكيوت شيست بين بدا معاه، والبيشنت هذا مثلا عنده ديزنيا، والبيشنت عنده مثلا لينك سوينينج، اعطيني ثلاث ديفرنشال او اربع ديفرنشال دياجنوز. ممكن اكيوت كوروناري سيندروم، حلو، اكيوت بريكارديتس، وهارت فيلر. حلو. حلو الله عليك. طبعا في اشياء ثانيه لازم نذكرها، بس انه غالبا احنا يعني لما نجمع الهيستوري نشوف اهم الاشياء، فانت لازم على مثلا الاكيوت كورونري سيندروم ايش حتطلب له؟ اي سي جي والكارديك انزايم. ممتاز. طيب لو كانت مثلا بريكارديتس زي ما قلت اللي هو التهاب في القلب، ايش حتطلب له وايش حتشوف له؟ توقع الايكو. حلو، ايكو كارديوجرام زي ما قلت، وممكن نشوف له الفيفر هو فيفر ايش ولا لا. ايه هل لو كان مثلا، لانه احنا قلنا ليج بين او ليج سولينج، هل لو كان بي اي ايش حنشوف ايش حنسوي؟ الهومن ساين وشيك على صح الاشياء هذه صدق، حتى مثلا سي تي وما الى ذلك. فاحنا نقول ايوه، احنا نقول في الراوند انه مثلا اذا كنا متاكدين من الدياجنوسس خلاص نقول انه هذا الدياجنوسس از كذا كذا، او احنا متاكدين نقول there is some diagnosis، ونقول لهم انه احنا سوينا هذا التست عشان هذا الدياجنوسس، هذا التست تو اكسكلود هذا الدياجنوسس، هذا التست تو اكسكلود هذا الدياجنوسس. هذا شيء مره مهم، لانك اذا ما سويت اكسكلود هذا معناه انه هذا معناته انه ممكن يكون موجود ولازم تسوي الاكسكلود. طيب ابغى اي احد من الفيميل يتبرع عشان برضه هنعطي حاله، اي احد يتبرع يفك المايك، ولا بختار بالاسماء؟ طيب خلينا نشوف. روان. اي تفضل. طيب روان، الحين عندنا بيشنت، فبعطيك الحاله كذا بشكل سريع، جاينا بابدومينال بين، وجاينا مثلا برايت لور كوادرنت بين وسادن اونست، ايش بيكون في بالك ديفرنشال دياجنوست غالبا؟ رايت لور ممكن اسمه اي شيء، بنسايتس صح واحد، ممكن دايفرتيكولوسس صح، لا دايفرتيكولايتس ممكن، دايفرتيكولايتس صح، ممكن سريتف التريتي او كرونز. طيب في اشياء صح زي ما قلت، في اشياء مره كثير، فاحنا لما حطينا هذه الاشياء اللي انت قلتيها في بالنا لازم نطلب على كل واحد من الدياجنوسس الشيء اللي يخليني اسوي له اكسكلود الدياجنوسس تيست، يعني الابندسايتس زي ما انت قلتي ايش حنطلب؟ حنطلب مثلا سي تي، او نطلب مثلا التراساوند اذا كانت في ميل مثلا، ايش حنطلب مثلا للدايفرتيكولايتس؟ حنطلب لها مثلا ايكو او مو ايكو، غالبا حنطلب له مثلا اندوسكوبي، او حنسوي له سي تي، او حنشوف ايش ممكن نسوي له، اذا كانت مثلا باول ابستراكشن ممكن نسوي لها بدون الاكس راي. فلازم نقول هذا الشيء لازم نمنشن، الدكاتره مره كثير ركزوا عليه،
نمنشن الدايجنوستس تول اللي احنا اخترناها، وليش احنا سويناها، تو اكسكلود ايش اذا كانت الريزلت طلعت، اذا الريزلت ما طلعت نقول انه بندنج. طيب بالنسبه للمانجمنت بلان برضه لازم هذه الاشياء كلها اللي قاعد نقولها في النهايه تقدموها في اقل من دقيقتين لكل كيس. طيب بالنسبه للمانجمنت بلان، دقيقه خلينا نشوف وضحت لكم ولا لا. طيب المانجمنت بلان لازم اقول اعطي اوت لاين كذا بشكل سريع عن التريتمنت اللي هو ماشي عليها، سواء من اول او من يوم ما جانا البيشنت، هو على ايش، احنا ايش بدينا، ايش بدينا له. نبغى نقول كمان انه ايش الابروش اللي بنسويه للبيشنت، ايش التريتمنت، ايش حنبدا مثلا، قلنا البيشنت مثلا حنبدا له نورمال سلاين ونعطيه انالجيزيا، ومثلا بنوديه للايكو، خلصنا النورمال سلاين وهذا ونقول انه وي ويل ترانسفير هيم تو ايكو. مثلا نقول انه البيشنت صار له كومبليكيشن، البيشنت امبروف، البيشنت ايا كان، هذا برضه في المانجمنت بلان. ومن اهم الاشياء في المانجمنت بلان الكونسلتيشن، حختار اسم ابغى يتكلم عن الكونسلتيشن اللي نزل المستشفى. عبد الرحمن العتيبي، شو رايك عبد الرحمن؟ طيب عبد الله كرانشي، والله الميل نايمين. طيب نشوف احد من الفيميل. منار، روان، اي حد يفك المايك يا اخوان. ايوه دكتور، ما ايش الكونسلتيشن هذا؟ يعني ايش طيب المفروض؟ الكونسلتيشن قد مرت عليك الكلمه دي؟ ايوه اكيد مرت، اقصد يعني طيب انه المفروض اروح عند استشاري اقول له افتيني في اسمك؟ الحق. ما في، ما قد سويت شيء كذا يعني. حلو حلو، مو مشكله. ايش اسمك؟ عبد الله. طيب عبد الله، بالنسبه للكونسلتيشن خلينا نحطك في السيتويشن، انت حضرت الراوند، بعطيك الحاله ايش صار. مثلا انت كنت في الليل معاهم اون كول، البيشنت اللي كان عندك مثلا صار له حادث، وانت مثلا خلينا نقول جاي يشتكي من شيست بين، وانت تبغى تسوي اكسكلود ل مثلا البيشنت خاص تنوم تحت اسمك، خلينا نقول انه الحاله كاردياك وتنوم عندك البيشنت وصار له كسر في الرجل. فالكونسلتيشن بكل بساطه انك انت بتكتب تبغى استشاره، طلب استشاره، فانت تطلب استشاره من مثلا حقين الاورثو انه تعالوا شوفوا الكيس. فحقين الاورثو شافوا الكيس وقالوا مثلا احنا بنسوي له عمليه مثلا بعد اسبوع، فردوا على الكونسلتيشن حقك. لازم هذا الشيء انت تمنشنه في السمري حقك، او في لما تقدم الكيس، يعني تقول لهم انه انا شفت الحاله كذا كذا كذا، والحاله شافوها حولتها او طلبت كونسلتيشن او استشاره من دكاتره العظام، ودكاتره العظام راح يسوون كذا كذا من طرفهم. فالكونسلتيشن جدا 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 مهم انك تقول ايش سويت في الكونسلتيشن، او البيشنت اصلا ما طلبت له ممكن، يعني ما يحتاج، يعني جاي بس حاله كارديك بدون اي حاجه ثانيه. فهذه هي فائده الكونسلتيشن، انك لازم تقول انه في اتيان ثاني وفي فرق ثاني يتابع معاك الحاله. طيب بالنسبه للسمري، قبل لا نروح للسمري في المانجمنت، تحب ما اقول انا ايش التريتمنت اللي حاطيه وايش الابروتش، هذا حيطول. ايوه انا حطيت لكم تحت اكزامبل، بنشوف الاكزامبل سوا. بس التريتمنت لما احنا نقول، طبعا اي احد عنده سؤال يقدر يسال فيه. بالنسبه للتريتمنت لما احنا نحطه للبيشنت، ما راح نتكلم عن تريتمنت فول تريتمنت، يعني ما راح اقول بعطيه باراسيتامول 500 ملي جرام 3 مرات في اليوم صبح وليل ومدري ايش وعلى ماده فاضيه، لا ابدا ما يحتاج هذا الكلام. راح نقول مثلا انه البيشنت بدا على انالجيزيا. انالجيزيا ايا كانت، سواء مورفين، سواء باراسيتامول، سواء اي حاجه تقلل الالم، انا بس كذا منشنت انه انالجيزيا. ممكن الدكتور بعدين يشوف الديتيلز حقت الحاله على ايش اعطينا، لكن بكل بساطه احنا لازم نقول التريتمنت على ايش بدينا وليش بدينا. يعني مثلا الحين حتشوفون تحت هذه الاشياء في الاكزامبل، مره واضحه في الاكزامبل. طيب نروح للسمري. السمري بكل بساطه بتسوي سمرايز لكل البوينت، يعني مثلا نهايه
كونسلتيشن نهايه كل حاجه صارت وردوا على الكونسلتيشن وكل شيء وخلصت المورنينج ميتنج. كان في المورنينج ميتنج بيشنت اثنين مثلا بيسوون لهم ديسشارج يخرجون منهم اثنين، كان مثلا اثنين بيسوون لهم عمليات، فانت لازم تقول نهايه النهار عشان تتاكد انك نهايه المورنينج ميتنج انه مثلا البيشنت كذا وكذا راح يدخلوا عمليات، البيشنت كذا وكذا بنخرجهم ديسشارج، البيشنت كذا وكذا راح نسوي لهم ايا كان اي تدخل. فلازم تتمنشن هذه الاشياء عشان يتاكد الدكتور انك انت فاهم ايش بتسوي وانت ايش يعني ايش حيكون النكست بلان للبيشنت حقين. وبرضه زي ما قلنا في المانجمنت بلان، خلينا نرجع المانجمنت بلان، بتقول في امبروفمنت، في كومبليكيشن، ايش الشيء اللي خايف انه ممكن يصير. يعني مثلا البيشنت دخل خايف انه ممكن يخش في هارت فيلير او اي حاجه، لازم تمنشنها هذه الاشياء. فيصير الاستشاريين اللي معاك انفولف في الحاله ويعرفون ايش يسوون، يعني يركزوا معاك اكثر. لانه كل استشاري تقريبا تحت اسمه 20 30 بيشنت، فهو مين يشوف يخلي مين. فانت تمنشن الحاله وتحس يعني شوف ايش الاشياء اللي يحتاج انك تمنشن. طيب نبدا اكزامبل. الاكزامبل الاول بيكون حاله كارديو، فابغى اي احد من الميل غير عبد الاله يفك المايك ويقرا لنا الحاله. شكل ما في ولا احد في وكيل مايك. طيب عبد الاله اقرا لنا الحاله. طيب 69 year old gentleman, known case of diabetes mellitus and hypertension, complains of sudden generalized retrosternal crushing pain that lasts for about 1 hour, no aggravating or relieving factor, night out 9 out of 10 in severity. He had a similar chest pain but less severe 2 months ago, and it was misdiagnosed muscular pain not associated with SOP, palpitation and orthopnea. There is a positive family history of cardiac disease in 3 brothers who developed it after the age of 55. No history of trauma. طيب حلو. وسيستميك ريفيو واز ان ريماركبل. هذه بكل بساطه الاشياء اللي ممكن تقولها على بيشنت جاء عندك انت. طبعا اخذت مره اشياء ديتيلز اكثر من كذا، انت اخذت اخواني ايش المرض اللي جاهم، انت سويت له فحوص الكاردييك كامله، شفت هل عنده مثلا خلينا نقول بي ام دي او هل عنده اي مشاكل في القلب غير هذه. فانت سويت فحوص مره كامله وسويت اشياء مره كامله وسالت عن هيستوري مره كبير وسالت عن الدي ام والهايبرتنشن، بس في النهايه هذا هو الكيس سمري، هذا اللي انت حتقدم. حطيت زبده الموضوع من الاشياء الضروريه اللي يحتاج انك انت تقولها، وحطيت زبده الموضوع من الاشياء النيجاتيف اللي لازم انت تمنشن انه مو عند البيشنت. فاحنا قلنا ايش عنده؟ قلنا عنده sudden generalized retrosternal pain. الاشياء اللي بالاحمر يعني انه شيء مره مهم انه لازم ينذكر، مثلا لمده ساعه البين، السيفيريتي 9/10، ما عنده shortness of breath او palpitation او orthopnea. طبعا هذه الثلاث كلمات تخرج لي ثلاث differential diagnosis برا. يعني لما اقول خليني ببدا الحاله الحين معاكم، لما اقول حاله عمرها 69 سنه، فاحنا نبدا نفكر في الكارديك ديزيز وعندها هايبرتنشن ودايبيتس وجايب ليتر سيرنال بين. يعني ما راح افكر انه شيء اكيوت او شيء مثلا او شيء زي ما تقول عفوا يعني شيء ماسكولار بين، شيء خطير ممكن في القلب. فنبدا نسال ما في شيء يزود الالم او يقلل الالم. نبدا نشوف مثلا السيفيريتي 9، فا اوكي شيء سيريس. طيب شفنا ما عنده شورتس اوف بريث او البتيشن. لما شفنا شورتس اوف بريث خرجنا حالات او الاشياء اللي لها علاقه بالبلمو بالبتيشن، خرجنا بعض امراض الكارديك والاورثوبنيا، خرجنا هارت فيلير مثلا. الفاميلي هيستوري مو مره يفرق معانا لما يكون عندهم فاميلي هيستوري هو كويس نذكره، بس مو مره يفرق معانا لان البيشنت خلاص جاء بهذا المرض. والفاميلي هيستوري كويس انه نذكره، بس لو ما ذكرناه برضه ما في ذيك المشكله، لانه مو شيء مره يعني بيفرق. يعني مثلا سواء عرفت انه عنده فاميلي هيستوري لهذا المرض او عرفت انه ما عنده، كذا ولا كذا ما راح يتغير المانجمنت بلان حقي واحد. فاحيانا يعني هي مهمه بس مو ذيك الاهميه. وبرضه السيستميك ريفيو ما يحتاج تقولها كلها، انه سوينا كارديك وسوينا ريسبا وسوينا نيورو، ما يحتاج كلها، تقدر تقول ان ريماركبل. هذا الزبده اللي هم يحتاجونها منك في المورنينج ميتنج. طيب بالنسبه للاكزامينيشن، على كل الاكزامينيشن اللي سويتها له، شو ايش حقول ايش حقول في الاكزامينيشن؟ والاكزامينيشن نورمال هارت ريت، نو ادد ساوند، نو بالبيتيشن، نورمال بلد بريشر ان بوث ارم، نو كراكلز،
ليك سويلينج اند انكل اديما. طبعا الفيميل ممكن لانه ما درسوا كارد يحسون انه يعني مش فاهمين الحاله هذه كويس، بس حيفهمون هارت سيرجري الحين بعد هذه الحاله. فكل حاجه مذكوره في الاكزامينيشن تدل على شيء. نورمال هارت ساوند بيطلع لي امراض القلب اللي لها علاقه بالاريثميا. نو اديت ساوند بيطلع لي امراض القلب اللي لها علاقه بالهارت فيلير. بالبيتيشن برضه حيطلع لي الاشياء اللي لها علاقه بالاريثميا. نورمال بلاد بريشر بيطلع لي الاشياء اللي لها علاقه مثلا في امراض الكارديك الاورتيك انيوريزم والاورتيك دايسكشن. نو كراكلز اللي هو الصوت اللي يطلع في اللنج يعني اللي فيها سوائل، او قلت الهارت فيلير برضه ما في. الليك سويلينج والانكل ايديما هذه برضه تخرج لي انه البيشنت ما عنده دي بي تي، البيشنت ما عنده مثلا هارت فيلير. فكل حاجه ذكرت في الاكزامينيشن لها هدف. اي شيء ما له هدف ما يحتاج نحطه في الاكزامينيشن، حتى سواء سمعت اشياء ما يعني ما لها علاقه ما يحتاج. بالنسبه للانفستيجيشن لازم تكون زي ما احنا قلنا، وي اوردر اكس رايز كارديك انزايم اند وات ايلس. ايش رايكم يا عبد الله، ايش رايك باقي نطلب البيشنت اللي احنا شفناه فوق؟ الشيء اللي مره مهم نطلبه البيشنت ممكن حاله كارديك اطلب ونعمل ايوه ممكن اطلب ايكو استبعد الاكيوت بيريكارديتس، حلو. بس انه وبرضه انا الحين اشياء تتسوى للبيشنت في اقل من 10 دقائق. هو جاني يعني اعتقد انه عنده ام اي ميوكارد انفراكشن، فاشياء مره بسرعه تتسوى اي يعني سي جي. ايوه والله عليك نطلب اي سي جي. الاي سي جي لازم نذكرها. فاحنا لما نقول ايش الاشياء اللي طلبناها للبيشنت نقول احنا طلبنا له اكس ريز وطلبنا له كارديك انزايم وطلبنا له مثلا اي سي جي، ونقول النتائج حقتها. شيست اكس راي واز نورمال، تروبين واز فيري هاي، واي سي جي انديكيت اس تي سيجمنت اليفيشن وساينس ريذم. هنا احنا نقول للدكتور انه خلاص هذه حاله ام اي، هذه الحاله مايوكارد انفراكشن، وهذه الاشياء اللي احنا سويناها للبيشنت. طبعا بتدرسونها انتم في ميل، والميل اعتقد درسوها. اذا جاتنا حاله في اقل من ساعتين مايوكارد انفراكشن، اول خطوه لازم اسويها اني احول الاقرب كاث لاب عشان يسووا له قسطره لنفس شرايين القلب. فاحنا ايش حنسوي في المانجمنت بلان؟ لازم نسوي له اي بي سي دي ابروش ونخلي البيشنت ستيبل. لما جينا حاله كارديك ما راح اتكلم كثير في المحتوى العلمي لانه بتمر عليكم بتذاكروا ان شاء الله. حيمر عليكم النيمونيك هذا مونا باش، هذا اي حاله ام اي نعطيه مورفين از ذا بين ريليف، اكسجين، نيتريت، وكل حاجه لها يعني لها استخدام معين. نعطيه اي سي انهبيتور، بيتا بلوكر، نعطيه انتي بليتلت، دول انتي بليتلت، اسبرين وكذا، نعطيه ستاتين ونعطيه هيبرين. لازم هذه الاشياء كلها اسويها عندي في المستشفى قبل ما احول، وبعد هذا نحول لاقرب مستشفى اللي هو مستشفى الملك عبد الله في مكه عشان يسوي قسطره للقلب. كذا يكون احنا خلصنا الحاله هذه من الى. فهذا هو اخر ثلاث سلايدات، هي تقريبا اكثر شيء بيفيدكم في الاكزامبل. فاقروها وشوفوا كيف قدمنا الحاله في اقل من دقيقتين تقريبا. كتبنا زبده الزبده، البلان، كتبنا الانفستيجيشن طلبناها ونتائجها، وكتبنا الهيستوري بشكل بسيط. كتبنا الهيستوري. طب نيجي للاكزامبل الثاني. عندي المثال الاول. انت قلت متى يفرق ان انا اقول الفاميلي هيستوري؟ الفاميلي هيستوري سواء هو الفاميلي هيستوري كويس ان نقوله، بس لما يجينا بيشنت انا اتكلم عن الريل لايف الحين، ما اتكلم عن الايديال. الايديال انه احنا نذكره صح، بس الريل لايف لما يجينا بيشنت يشتكي من عنده مثلا مرض في القلب، او عنده مثلا شيء اكيوت صار في القلب، فاحنا ما راح يفرق معنا كثير. يعني ايش بيفرق في خطه العلاج اذا عرفنا انه البيشنت هذا مثلا ابوه صار له ام اي، البيشنت اصلا جاني في ام اي. فهو يفرق متى؟ يفرق لما يجيني مثلا بانجاينا اللي هو المرحله ما قبل الام اي. اقول هنا ايوه لازم اسال افهم الهيستوري لانه انا عارف انه ممكن يتدهور الحاله، بس هو جاني باسوء شيء. فخلاص ما راح تفرق معنا كثير سواء ان قلنا ام اي عنده فاميلي هيستوري او لا. فهمتني؟ طيب لما قال لك على في الانفستيجيشن قال لك الايكو، قلت لا ما ينفع انه لازم نذكر الاشياء اللي تتسوى سريع، ما فهمت النقطه. ايوه الايكو انتم حتدرسوها في الكارديو. الايكو تتسوى للبيشنت غالبا اللي عندهم بعض الامراض اللي هي من ضمنها الهارت فيلير، ومن ضمنها خلينا نقول اي امراض لها علاقه بصمامات القلب ممتاز، والاريثميا احيانا. فهذه الاشياء
ينفع اسويها بس ما اسويها في الطوارئ. احنا البيشنت تتكلم عن الكيس اللي جانا في ساعه، فاحنا لازم بسرعه نشخصه، وطلعت نطلع نتائج باسرع طريقه ممكنه تو اكسكلود ام اي. اذا ما كان ام اي هنا وقتها بقول لك ايوه احنا بندخل البيشنت، بنسوي له ايكو، بنسوي له سي بي سي، هذا الشيء ما سويناه له. احنا سوينا له الاشياء اللي هي لايف سيفنج. ايش الاشياء اللي سويناها له؟ شست اكس راي، لانه ممكن يكون عنده نيموثوركس، هيموثوركس، تقدر تاخذونها كمان اللي هو هواء في الرئه او دم في الرئه. سوينا له تروبونين اللي هو انزيمات القلب، اذا كان مرتفع يعني عنده انسداد في احد شرايين القلب. والاس تي سيجمنت اليفيشن مرت علينا في البيسك، انه بتكون اذا كان في اليفيشن يعني في انسداد في احد شرايين القلب. فهذه الاشياء اذا صارت مستحيل اسوي لها ايكو، لان الايكو حياخذ وقت. انا ابغى ارسل البيشنت في اقرب مستشفى يسوي قسطره واعاده قسطره للشرايين، توسيع للشرايين حقت القلب. ممتاز. فما ينفع نقول اصلا ايكو، لانه هذا الشيء ما راح نستخدم في هذه الحاله، بس ممكن حاله ثانيه ينفع نستخدم الايكو. ممتاز. اوكي تمام. ايش اسم الدكتوره؟ انا روان. طيب اقرا يا دكتوره الكيس الثاني. 20 years old Saudi female patient, not known to have any medical illness, came to ER complaining of right-sided colicky abdominal pain for 3 days. It shifted from periumbilical to right lower quadrant, increased with coughing and walking. The patient rated the pain 8 out of 10 in severity, associated with nausea, anorexia, and vomiting, and he has a bad food habit with the positive family history of similar condition, no fever, and patient denies diarrhea, constipation, and eating from outside. Systemic review were unremarkable. طبعا معلش المفروض انه عند شيء. طيب الحاله هذه جاتنا بكل بساطه، خلينا نناقشها الحين. جاتنا بكل بساطه عمرها 20 سنه، وجاتنا ما عندها اي امراض مزمنه، جاتنا الاي ار تشتكي من رايت سايدد ابدومينال بين. فاحنا قدمنا الحاله كذا بشكل مره كويس، قلنا الالم فين، قلنا الالم كم عطته في السيفيريتي، قلنا انه جاتنا في الاي ار والالم كم، يعني الالم كم يوم جلس، الديوريشن حق الالم. وقلنا برضو الاشياء اللي لها علاقه الاسوشيتد اللي هي النيوزيا، الانوركسيا، البوميتنج، وقلنا الاشياء اللي ما لها علاقه. يعني لما انا قلت البيشنت دينايز الفيفر والدياريا والكونستيبيشن، هنا كل كلمه من هذه الكلمات تخرج لي 3-2 ديفرنشال دياجنوسس. فاحنا مثلا داخلين الحاله ب 10 ديفرنشال دياجنوسس، نخرج باثنين ثلاث ماكسيموم. فالحين حنشوف اللي هو الانفستيجيشن او الاكزامينشن للبيشنت هذه. بالنسبه للاكزامينيشن كانت البيشنت هذه عندها سيمتريكال ابدومينال موفمنت، نو ابدومينال ستنشن، ذا ابدومينال واز سوفت اند لاكس، نو ريجيدتي، نو ماسكولار جاردنينج، اند رايت لور كوادرنت تندرنس. وفي السبيشال اكزامينيشن بوزيتيف ريبورت تندرنس، نيجاتيف روكسينج ساين، ونيجاتيف مورف ساين. طيب يا روان بسألك على كل واحدة منها، كيف في السيرجري؟ بدأت سيرجري صح؟ خلصت البنكرياتايتس والابنتايتس والاشياء ذي؟ ايه بس لسه ما لحقت اتعمق فيهم. طيب مو مشكلة، بشكل كذا مرة بسيط. لما تجينا حالة زي كذا، احنا قلنا نو ابدومينال ديستنشن، ايش بالنا ممكن يكون ديفرنشال دياجنوسيس خرجنا؟ والله في خارج اشياء كثير اللي ما لها علاقة بالرايت لور. حلو، في اشياء مره كثير نقدر نخرجها بهذه الكلمه، مثلا نو ابدومينال ديستنشن نقدر نخرج مثلا انسداد في الامعاء. ما عندنا، نقدر نقول ما عندنا انسداد في الامعاء. كلمه نو ريجيديتي ونو جاردنج هذه مره 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 مرت عليك ولا لسه؟ يعني ما في انفلاميشن او بيرتونايتس. ايوه ايوه حلو، ما في انفلاميشن. يعني لما اخطر شيء يمر علينا في اللي هو حالات الجي اس بشكل عام، انه يصير الاورجن جو بيرفوريشن، ينفجر جو. فاذا انفجر جو بتعطيني هذا الساين اللي هو ريجيديتي وجاردنينج. في البدايه بتعطيني جاردنينج، ولما يوصل الانفلاميشن للبلوتونيوم بيصير ريجيديتي. ايش الفرق بين هاي وهذه كذا بشكل بسيط؟ الجاردنينج بيكون لما اضغط يدي على المكان يشد بطنه، كانه يشد العضلات حقت البطن، عشان احنا ما نوصل يدنا للانفلامت سايد. لكن الريجيديتي انفولنتري، يعني خلاص البطن كذا مشدود، كانك تدق يدك على حجر، كانك تدق يدك على طاوله. فهذه الحاله اخطر طبعا لما يكون جينا بيشنت ريجيديتي، او انتم شفتوا هذه الحاله، هذه لازم تخش عمليات في اقل من ساعتين او ساعه ونص ممكن. فيكون عنده مثلا بلفريشن او تمزق داخل الامعاء او ايا كان.
لما نتكلم عن السبيشال ساين اللي بس ريباوند تندرنس، هذه لها علاقه بال شو اسمه، لها علاقه بال الابن سايد معلش، اللي هو التهاب الزائده. لما اقول نو ريفسينج ساين ونو مورفي ساين كذا سويت اكسكلود برضه اللي هو الكوليسيستايتس. الريفسينج ساين احيانا يكون تجي مع الابنتسايتس في اوقات واوقات ما تجي معه، يعني بشكل مره بسيط. انا قلت الاشياء اللي لها علاقه والاشياء اللي تخلي الدكاتره يركزون معانا في الحال. طيب بالنسبه للانفستيجيشن للحاله دي، طيب ايش رايك انت، ايش الانفستيجيشن اللي ممكن يطلبها الحاله؟ هذه صورة ايش السيجمويد؟ ايوه الحين بقول لك قصدي ال براجع معاك الاشياء اللي مره مهمه، عمرها 20 سنه، بيميل ممتاز، وجاعتنا تشتكي من ابدومين البين. اوكي، بس عندها رايت لور تندر. انت رايت لور كوالت ممتاز، ايش حنطلب لها؟ يعني هي في ركز على انه في ميل، في ميل اللي عندهم امراض ثانيه طبعا. ايه ممكن شو اسمه صح، ممكن الترا ساوند. حلو، حنطلب لها الترا ساوند عشان نستبعد بعض الامراض زي البوليسيستيك اوفيريان. حلو، ممكن عشان نستبعد بعض الامراض، بس غالبا خلينا نركز على الامراض هو صح، بس عشان نستبعد الامراض الاكيوت زي ما كان يقول لنا الدكتور وجيه، انه اي بيشنت تجي برايت لور كوادرنت دائما حط بالك انه ممكن تكون اكتوبك بريجنسي بس في يعني ميل، ايوه انه يكون حمل خارج الرحم، يكون حمل غالبا في قناه فالوب وصار له تمزق، هذا اخطر شيء ممكن لازم نحطه في بالنا. تي بي سي، الترا ساوند، ولازم نطلب بريجنسي تيست، لانه هي جايه حتى لو انه قالت انه هي سنجل لازم نطلب بريجنسي تيست، لانه هذه لها علاقه برضه بالاكتوبك بريجنسي، انه عندها حمل خارج الرحم. وبرضه بنطلب لها ابدومين الاكس راي. ليش نطلب لها ابدومين الاكس راي؟ شو رايك؟ ممكن نشوف يعني لو شكينا ان هي بنساتش نشوف لو في complications تانية صح، او ممكن وشوف obstruction. حلو، شوف الاشياء اللي في البطن اذا كان في مثلا غازات، اذا كان في اخطر شيء ممكن نشوفه اللي هو يكون في تمزق صار في الامعاء وصار في شيء يسمونه النيمو بروتونيوم. ايش النيمو بروتونيوم؟ يصير في هواء داخل البروتونيوم، هذا يعني على طول انه عندي تمزق في احد الامعاء او تمزق في الاعضاء اللي داخلين. طيب لازم نمنشن انه نو نيمو بروتونيوم، لازم نقول هذا الشيء ونتكلم عن الفايندينج زي ما قلنا، بنقول مثلا انه السي بي سي واز نورمال اكسبت انه الدبليو بي سي هاي شويه 10.2، يعني يجي ببالنا صح ممكن لها علاقه للانفليمد ابندسايتس. نجي نقول الالترا ساوند، ايش طلع في الالترا ساوند؟ نو ساين اوف اكتوبيك بريجننسي، اوفيريان تورشن برضه لها علاقه، حتدرسوها يعني ان شاء الله تاخذوها ممكن الاسبوع الجاي واللي بعده. والاتش سي جي اللي هو تحليل الحمل واز نيجاتيف، واقول انه احنا طلبنا سي تي بس السي تي بيندنج لسه ما طلعت نتيجته، لانه ممكن تاخذها ساعه ساعتين واحنا بدينا الميتنج قبل ما تطلع نتيجه. فانا اقول انه طلبت سي تي بس انه لسه النتيجه مثلا ما طلعت فهو بيندنج. طيب المانجمنت بلان بكل بساطه، اي بي سي ابروش، سوينا استبلاز للبيشنت، ادمتد از بيشنت از كيس اوف ابندسايتس، الدايت خلاص ايش حنسوي لها؟ لازم نقولها الدايت انه ستارت ام بي او عشان يخش عمليات، الاكتيفيتي نقول البيشنت بيد ريست، نسوي ريبيت للسي بي سي والكيمستري كل 8 ساعات، ونستنى الريبورت حق السي تي عشان يخش عمليات البيشنت يعني يخلص العمليات. كده تقريبا خلصنا. الله يعطيكم العافية على الحضور، ما قصرتوا صراحة، اللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يسأل أنا موجود، واللي حاب يسأل بعدين مثلا الرقم موجود يقدر يرسل لي في الواتس أو يقدر يرسل لي على الإيميل في أي وقت. الله يعطيكم العافية على الحضور مرة ثانية، السلايدات هذه برسلها لكم الحين، برسلها للضيف، برسلها للميل، وإذا احتجتوا أي شيء أبدا أنا موجود في أي وقت. دكتور فيصل تفضل، لا تقول لي دكتور انا لسه سنه خامس، تفضل. ما ينفع اقول لك فيصل كذا، بس المهم. طيب بسالك بس في الهاف اكاديميك دي، لما دحين انا قاعد اخذ الحاله على اساس انها شيف كومبلين، ما هي فولو اب ولا شيء، يعني مثلا هي دخلت من يوم خلينا نقول 22 سبتمبر او 23، ومن
الى يومنا هذا، فانا اخذ الحاله اللي جات بيها 22 سبتمبر، صحيح؟ انت لما تسال البيشنت في اللاب اكاديميك دائما تسالها ايش السبب اللي جابها المستشفى. ايوه، اللي هو اي شيك غلط، انت كومبليت. قلت البيشنت الادميشن ايوه، انه سيستم. خلاص جات الار يوم 22 وقعدت، فانا اليوم 3 اكتوبر جيت وهي من يوم 22، تمام؟ طيب في اللاب انفستيجيشن انا اخذ اي لاب، اخذ عن حالتي على يوم 22، هل اخذ اللي الان صارت ولا اخذ الماضيه ولا اخذ الاثنين ولا كيف؟ ايوه، انت لما تشوف البيشنت تقول انه جاب المستشفى، وتقول في الحاله انه البيشنت واز ادميتد اند الريزلت كانت في الدي 1 كده، وتقول تقدر تقول ان الريزلت الان كانت كده كده كده. فالدكتور بيشوف هل الريزلت امبروفد ولا صار لا ولا ما صار له امبروفد، ولا في كومبليكيشن صار للبيشنت. فعادي لو البيشنت من هو، انت وقت ما شفت البيشنت تكتب الحاله على الوقت اللي انت شفت فيه البيشنت، سواء في الطوارئ تكتب في الطوارئ شفت من هو من 5 ايام، تقدر تقول ان البيشنت من هو من 5 ايام بس جاء المستشفى من الطوارئ يشتكي من كذا كذا كذا، وهذه التحاليل حقته وهذه نتائجها مثلا الاولى الثانيه الثالثه، التحاليل تقدر تحطها كلها. تمام، الله طيب يعطيك يلا، الله يعطيكم العافيه جميعا. ابغى احد اعتقد تشوفون الصوره هذه ولا لا؟ تشوفون صوره الشيست اكس راي؟ ايوه طيب ايوه يا بعرف. احد شايف ساين معين في الشيست؟ انا حطيت الصوره هذه بالقصد. احد شايف شيء معين في الصوره؟ وغالبا حاله لها علاقه بالجي اس. هل في اير تحت الدايفرام ولا فين؟ واقف ولا في ال... في قصدك اللي جات الابكس اوف ذا كارديك؟ لا لا، في انا شايفه تحت في جهه اليسار تحت فوق الدايفرام، ماني عارفه الدايفرام ولا هذا ريبس. طيب حلو، لا هو الدايفرام هذا اللي انت شايفه. طيب ده اير اللي تحته ولا؟ ايوه هذا الاير نورمال اير في نفس الستومك، طبيعي انه يكون في اير في الستومك. قصدك اللي في الرايت صح؟ انا اتكلم عن اللي في الليفت، انت حط انت لازم تشوفين الليفت اللي هو اللي في يدك اليمين، هو الليفت حق البيشنت. انا اتكلم عن اللي يدك اليمين اللي هو الليفت حق البيشنت، احنا نتكلم دائما بصيغه البيشنت. فالليفت اوف ذا بيشنت، اي انت قصدك الرايت حق البيشنت صح؟ الرايت حقي هو الليفت حق البيشنت. ايوه. انت اوكي الحين اذا تشوفين الاكس راي قدامك صحيح؟ ايوه طيب انت يدك اليمين او اللي تشوفينها في اليمين هذا هو الليفت سايد اوف ذا بيشنت. انا قصدي الرايت احسن. قصدك الرايت في زي الخط كذا ابيض. ايوه ايوه هذا هو النيمو بروتينيوم. هذا الشيء الخطير اللي لو شفته في الابدومينال اكس راي لازم ادخل البيشنت عمليات مباشره. هذا السؤال جانا في الاوسكي، هذا السؤال جانا في الاند اوف مديول، هذا السؤال جانا في الميتنج، هذا السؤال جانا في كل مكان في السيرجري. ايش العلامه اللي اشوفها في الشيست اكس راي او في الابدومينال اكس راي الاريكت اكس راي وقت ما يصير فيه في بيرفوريشن؟ هي نيمو بروتينيوم، وهذه هي شكلها. فجدا جدا جدا مهمه الحاله هذه، وبرضه لازم اقولها في اي ابدومينال بين في الحياه كامله، اي ابدومينال بين وجاي سيفير ابدومينال بين، مو شيء كذا بسيط يعني، مش مثلا الم منستر سايكل او الم دوره او الم مثلا مغص قولون، لا اي الم شديد شك انه ممكن يكون شيء سيريس، لازم اطلب له ابدومينال اكس راي واسوي يا انكلود يا اكسكلود لهذا الساين. لازم لو ما سويت انا انكلود او اكسكلود ممكن ويلوز ذا بيشنت بكل بساطه. ممتاز، اي اسئله عندكم؟ طيب خلاص تقدروا تطلعون، الله يعطيكم العافيه. اللي عنده اي اسئله يقدر يرسل لي بعدين على الايميل او على الرقم في الواتس في اي وقت. الله يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتور فاصل على وقتك. العفو، الله يعطيكم العافيه.